السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، عواشركم مباركة، ادخلوا علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر. اللهم بلغنا رمضان. رمضان جاي ها هو على الأبواب إن شاء الله، هو جايب لنا الشهيوات ديالو. اليوم أنا جيت باش نوريكم كيف صايبت هاد الشباكية، نزولا عن طلب بزاف ديال الأخوات اللي سولوني، قالوا لي بزاف بغينا نعرفوا كيفاش كتصاوبي الشباكية. انا اليوم صوبتها لكم، وبصراحه هاد الطريقه كيفاش كتصوب هي سهله سهله بزاف، مبسطه وخصوصا للمبتدئات، كتجي زوينه لذيذه، شيشه ملكه شاربه العسل كي كتشوفوا معايا، كتجي زوينه بزاف، كتجي شيشه ولذيذه. نتمنى انكم تجربوها، وكنوعدكم انكم الا جربتوها ما غاديش تندموا، لحن انها كتجي زوينه زوينه بزاف وشيشه ومعلكه وكتشرب العسل، وماشي شي حاجه اللي واعره بزاف. انا غنوريكم بالتفاصيل كيفاش كنشبك، كيفاش جمعت العجينه، كيفاش كلشي، والمقادير ديالها في المتناول، ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف وماشي شي حاجه اللي واعره. نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. باقي ان شاء الله بزاف عندي ما نوريكم، ونخليكم دابا باش ندوزوا المراحل كيف صوبت هاد الشباكيه. اللي غنحتاجونا في المقادير عندنا 120 غرام ديال الجنان اللي حمرناه شويه وطحناه مزيان، خاص يكون مزيان طحون. غنحتاجو هنايا اللوز، تاهو 120 غرام ديال اللوز تاهو اللي طحنتو ولا بحال هكا على هاد الشكل، نيل مزيان باش ما يهرسش لينا العجينه ديالنا. 120 غرام ديال اللوز. غنحتاجو معاها معلقه كبيره ديال القرفه كتشوفو هكا، قلنا درنا معلقه ديال الملح، غنزيد معلقه ديال المسكه الحره حتى هي اللي مطحونه مزيان، وغندير هنايا كيما معلقه كبيره ديال النافع، كاس ديال زيت المائده، وكاس ديال الزبده مذابه دوبتها مزيان تحيد منها الماء وحيد منها داك اللبن ديالها، كتعطي اللذه زوينه. ودابا غادي نبدا نحربل حتى كنخرج هاد حتى نحصل على هاد الطريقه. بنتي ما خلاتنيش نصايب معكم شباكيه، غنبقى نخدم بحال ما هكا حتى تولي العجينه مرمله رودينه. خلينا ماما نخدم. غنبقى نخدم بحال ما هكا حتى تولي العجينه مرملة. وهنا من بعد ما جمعت العجينة وكاع ولات بحال هكا مكاع مرملة، شديت هاد القصة بحال هكا وغنغطيها ب بلاستيك غذائي، ومن بعد غندير فوق منها شي زيف ونخليها ترتاح. كاين اللي كيخليها ليله كامله، انا غنخليها غير واحد شويه وحيت غنخدم العجينه اليوم ان شاء الله، ما غاديش نخليها تبات، انا نصبر عليها واحد ساعتين هكا ثلاثه تسويع ونخدمها. نغطيها كما قلت لكم بلاستيك غذائي وفوق منه شي زيف باش ترتاح. هنا بعد ما خليت العجين كيرتاح، زدت هنا صفر ديال البيضه، ودرت هنا كاس ونص ديال ما زهر، خلطته مع نص كاس ديال الخل، ودرت معاهم شويه ديال الملون الغذائي وخليتهم يسخنوا مزيان. ودابا غادي نجمع بهم هذا العجين بحال هكا، كنخليه يسخن مزيان باش يذوب لينا الزبده ويجينا ساهل في الدليك.
وهنا من بعد ما جمعت العجين كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل، غادي نشدو غادي نقسمو بحال هكا كويرات، وغنديرو في بلاستيكه ونخشيه نخليه يستراح واحد 10 دقائق هكاك نعاود نخدم به. ناخذ هاد الكويرات هكا نجمعهم نديرو في بلاستيك نحتفظ بهم يرتاحو شويه. هنا من بعد ما شكلت هاد الكويرات بحال هكا غنخليهم نحتفظ بهم على جنب واحد المده ديال 10 دقائق ونرجع نخدمهم عاوتاني. ودابا رجعت لكم نوريكم بعد ما كنت درت هذوك الكويرات صيبتهم شديتهم بسطتهم ودرتهم على شكل بحال مسمنه بهذا الشكل هذا كي كتشوفوا، وخليتهم في البلاستيكه باش يطلقوا مزيان. انا هنا كنت صوبت واحد الكميه ديال الشفافيه كي كتشوفوا. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش صوبت. كناخذ هذا كندلك هكا على هذا الشكل نبسطها مزيان كتجي ساهله ملي كن نمرقوها وكنديروا على شكل مسمنه وكنخشوها هكا في نعاود نرجعوها للبلاستيك كتجينا ساهله في التوراق وفي التقطاع. غنقطع هكا على جوج وغادي ندوز هنايا وغادي نمرق هكا كنحصل على هذا الشكل هكا. راه تقطعت ليا مزيان معليش. كنشد كنعاود ندلك مزيان هكا. كل واحد كيشوف على حسب الطريقه اللي كتريحو. انا هنا ما خدمتش بالجراره خدمت بهاد القطعه هادي، صراحه جاتني زوينه جاتني حسن قطعت بها. كنقطع هكا على هذا الشكل كتجيني ساهله وكيجيوني هكا متساويين كيجيوني قد قد، صراحه جاتني حسن من الجراره. نحيد هاد الزوائد بحال هكا ودابا نوريكم كيفاش كنشبك. كناخدو على هاد الشكل هذا كي كتشوفوا معايا، انا غادي نخدم بشويه ما نزربش باش تشوفوا كيفاش كندير التشباك. كنحل هادو مزيان هكا كناخذ هاد الاولى هادي كنلصقها مع الثالثه كنقلبها عليها هكا بهذا الشكل كي كتشوف. الاولى كنخلي الثانيه وكنمشي للثالثه كنلصقها معها كنخلي عاود الرابعه وكنجي لهاد الخامسه حتى هي كنلصق معها بحال هكا كي كتشوفوا. كيبقى لينا هاد الجنيبات هادو كنلصقهم من هنا وكنقلبوا كتجينا بحال هاد الشكل هكا. كنبسطو هاد الجنب من هنا والجنب من هنا وكتعطيني هاد الشكل. نعاود معاكم كناخدو هاد الاولى كناخدها وكنلاصقها مع هاد الثالثه كنعاود نهزها وكنلاصقها مع الخامسه وكنلاقي هاد الحاشيه اللي لتحت كنجمعهم هكا وكنعاود نجمع
نقاد باش كتجينا هاد الوريضة الوسط، وكنبسط هاد الشكل هكا. تنعاود ندير بحال نفس الطريقة بحال هكا. هادو كي كتجمع هادي مع الخامسة كيقرب وحدة بعضياتهم، كتجمعهم هكا، كتخشي هادي هنا صافي، وكتولي بهذا الشكل. هي ساهلة، غير كتخدمي جوج ثلاثة صافي، يدك كتطلق عليها كتولي تزربي بحال هكا. ها هي ماشي شي حاجة اللي واعرة، كيجي الشكل ديالها زوين. نتمنى هاد الفكرة تكون وصلاتكم، والطريقة تكون جاتكم سهلة ومبسطة، حتى التفسير يكون جاكم مزيان. كندير هكا كي كتشوفوا هكا، طريقة سهلة ديال الشباك. ودابا كيف ما كتشوفوا انا في مرحله القلي، انا هنايا قليت، هما كي كتشوف جات زوينه بصراحه، جات شي حاجه رائعه. نشعل هنايا يعني البوطه حيت كنت طفيت، نقص منها وغادي نبدا نقلي. هنا انايا درت شويه الجلدان في المقله، حمرته شويه باش نخدم به. انا دايره انا فين كنعزل، انا فين كنقلي. ودابا من بعد ما كملنا القليان والتسال، كتجينا بهذه الطريقه هذه كي كتشوفوا، كتجي زوينه بزاف، مشبعه بالعسل، لذيذه هشيشه. نتمنى انها تعجبكم، نتمنى انكم ما تخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالاشتراك وتفعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. عواشركم مباركه ورمضان كريم، بالصحة والسلامة لنا أجمعين يا رب. إن شاء الله تلقاكم في الفيديو القادم، إن شاء الله ألقاكم على خير وبخير. مع السلامة.